جاوبت على سو خاطر لهالحلقة. مثل ما قلت بالانترو، قبل ما تفوتي لعنا بالبث المباشر، قلت انه عن جد جوال مثل الكتاب المفتوح، لانه كل شيء قدام العالم ما تشوف، ما عندها شيء مخبى. ولكن انا وعم بعمل ريسيرش هيك وقفتني نقطة، قلت لا بدي اسألها عنها، يمكن السؤال يكون شوي غريب. هل خليني اشرب حقا شوية قهوة شوي. هل حقا تم انتخابك عام 1995 ملكة جمال إيطاليا؟ أنا Yes. استغربت صراحة. Yes. Okay, Miss Italy, Miss Italy in the world للمس متغربين. اوكي، بس Yes. ليه ما So بتقولي ولا رحت. قليل ما تركزي على النقطة؟ لا شو، لأنه بتعرف انا عملت كثير اشياء بحياتي، يعني انا عم 44 سنه، عمري 44، سو تخيل اي ديد ا لوت، خاصه انه انتقلت من لبنان للندن، من لندن لدبي، سو قطعت بكثير مراحل، يعني انا كمان كنت اعلم رياء، اعلم سباحه للبيبيز، كمان ما حدا بيعرفوا هيدا، اخذت الشهاده لما كان ابني عمره شي سنه وضربوا الحسابات براسي، قلت اوكي انا عم بدفع 10 باوند وعم بحكيك بيلي عمره 18 ونص، يعني كان عمره 18 سنه، 10 باوند بالنص ساعه، نحن كنا 10 بالصف، اوف 100 باوند بالنص ساعه، يعني 200 باوند بالساعه بيقبضوا، لا خليني انا اروح اتعلم، بستاجر بيسين وبصير بعلم، على طول المخ البزنس بيضرب. سو شفت انا فيديو انت ونيتن عم تتعلميه على السباحه، او ماي نشرتيها جاد، كثير نيثن بيغطس هلا، هي عن جد بيغطس. واو. يا جوال، على سيرة نيثن بدي اخذك شوي لتصريح قبل، عم لاحظ يوم عن يوم قد ايه عم تتعلقي فيه، يعني من الستوريز للبوست عندك، يعني بتصوري له ايديه واجي الا وجهه ما بتصوري، ولكن قد ايه هذا التعلق قد ايه تعلقك بنيثن عم يزيد يوم بعد يوم. عندك خوف من انه يجي يوم ويقول لك نيثن انا بدي اتعرف على امي البيولوجيه، وانت سبق وقلتي انه انا ما عندي مانع، ولكن يوم عن يوم ومع تعلقك عم تخافي من هالتصريح؟ أول شيء بدي أقول لك شيء عن جد، و I don't care، بعرف ما لازم الواحد يحلف، بس بدي أحلف لك وحياة الله وأغلى دنيا العالم كلها اللي عندي إياها، إنه نيثن مش بدي أقول لك أنا يوم عن يوم عم بتعلق فيه، أنا النهار اللي أخذت نيثن أخذته من الأورفنج، أنا كنت شايفته قبلها ثلاث مرات، ما كان نفس الشعور، النهار اللي أخذته وعلي انا التقيت بمره بالصدفه لحقتني بس تقول لي انا بتشكرك انك تبنيتي، لانه انا مثلك، انا عندي صبي وكان ابره معه بعمر بنتي الها وتبنت بنت، قالت لي انا لما اخذتها على البيت قلت لها اوه ماي جاد، لكن هذا الله بيعمل هيك، الله له ايد فيها، لكن اذا انا اتصل معي هذا الشعور علي، ذا داي للساعه اللي قالوا لي مبروك روحي خذي ابنك، لا علي شد، انا وحياه الله ما نمت هذه الليله، I swear واو. to God انا I booked my ticket كانت 5 الصبح، رحت على المطار انا وبنتي، اوكي 7 طيارتنا، هاي الطياره بتوصل بكير على بيروت، من المطار اجوا اخذوا الا حماتي ورحت انا تاخد نيثن، يعني انا بدي اقول واو. لك نيثن انا بحسه، انا بحكي انه ايه ومتبنى، بس بحسه انه هو طالع من لحمي ودمي، هو ماشي، هو طالع شقفه مني، هو عن جد شقفه مني اصلا. اللي بدي اقوله انا بقول انت ما نسبة، انا بعدنا عم نتعذب، بعدنا لليوم عم نتعذب باوراقه، بتمنى علي انا بسميهم ذا لوست تشيلدرن، الاولاد الضايعين، بتعرف ليه؟ لانه اذا انت بعائلتك في عندك حدا معاق، انت بتعمل المستحيل تتغير اللو تصير في مثلا بدل ما يكون في درج في زحليطة لتنزل خيك اختك لتطلعهم، صح؟ بتعمل مستحيل انه الطيران يعملوا لك اكسس انه يطير يروح يسافر يعمل يطلع ينزل، لو عندك حيوان او اكثر ناس لا animal rights، بس الاورفنز ما عندهم رايتس كثير، بتعرف ليه؟ they don't belong to anyone، فكر فيها they don't belong to anyone الا اذا عائله راح بتتبنى، بس هن they don't belong to anyone، منهم لحدا، هن محطوطين بأورفنج بمؤسسة، بشكر ربي بشكر الله انه المحل ما اجى منه نيثن محل اروع من رائع، اروع من رائع، على طول ببالي، بس بدي اقول لك شو صار معي علي، صار معي مشكلة كبيرة، نهار شو اللي صار؟ اخذت ابني صرت لما حياتي عم تعميه صرت افكر بكل الاولاد اللي منهم بايدي، انه يا الله بقول لك يعني لو مين عم صحيح لك بتعميهم بالنسبة لي هيك؟ أكبر عدد ما بتقولي لا. مين عم ببوسهم هيك؟
مين عم بنيمهم على ايده؟ مين عم بدشيهم؟ مين عم بلعبهم؟ مين عم بعلمهم الاي بي سي؟ خلص هلا صار عندي هوس انه بدي ان شاء الله يا رب يا علي يا رب، بس مش ضد حدا، مع الجوفرمنت، انه نعمل شيء عن جد نحميهم لهالاطفال ويصير عندهم مستقبل حلو ويلاقوا بيوت ناس تحبهم، يعني ما نحطهم بخطر، فهمت؟ صح ان بس شاء الله يا رب. الحياه، صح بس هي الحياه مش بس واحد يأمنوا لهم اكل وشرب، في اكثر من هيك بكثير. في عائلة. وان شاء الله وان شاء الله يا رب بلبنان. اكثر شيء انا بهمني مش بس الاورفنز، الاطفال اللي على الطرقات يلي عم بخلوهم يشحدوا علي. انا رحت على مناطق بلبنان، يعني شو بدي اقول لك، شو بدي اقول لك، انا صار معي مثل حاله نفسيه لفتره كثير طويله. كل شيء اللي بعمله is just a business علي. It's not my passion. My real passion هي الـ humanity. My real passion هي الأطفال. All my life. أنا من جوا أنا طفلة. علي علي عمري 5 سنين أنا. أنا بعرف فور هالشي من دون ما بالشغل. تخبرينا بنعرف جوال. بس أنا من جوا أنا عمري 50، أنا أحلى شيء عندي بس ألعب مع أولادي، ما بدي شيء بالدنيا كلها. وتلعبي مع زوجك بالمطبخ ويفك لك رقبتك. بتصدق شو علي، كان اول نهار برجع ما عندي وجع بظهري، كنت رحت عند كايرو براكتور وكان قال لي انا بتعرف انه تكرسحت 4 ايام بدنا نحكي عن ومش عم هالموضوع بعد ما تخلصي جملتك. صح ايه، انا مش انه تكرسحت انه لا تكرسحت علي، يعني ما بو يعني ما بوقف هيك، ما بوقف بقى، بده جوزي بده يوقفني وبده يمشيني، عم حاطه ايدي عليه ومسكني وبده يعرف يمسكني من وين يمسكني لانه عم بصرخ من ظهري. 4 ايام الله طرقني كف، حطني بالتخت هون ورا، اوكي، صرت اقول يا ريتني بس قادره، ما بدي اطلع من بيتي بحياتي لموت، بس بدي انزل لتحت اطبخ، بس بدي قلبي. انزل العب مع نيثن، بس بدي اسبح معه هون بالبيستين. سو هيدا الشيء اللي بخليني اوقات اطلع بالكلمات للناس اللي بيحضروني على ستوريز انه والله شوفوا الشيء المنيح بحياتكم، بس ركزوا عليه. نحن وي كان كنترول اور مايند علي، نحن عندنا كنترول على عقلنا. اكيد بنقطع بنهار بدنا نبكي، في دموع مخبينا كلنا، كل 10 ايام بحق لنا نبكي مره، بس ما في قاعدين عم نعن ونعن. فلما رجعت من الكايروبراكتر على قصه الرقصه مع جوزي، كنت مبسوطه كثير انه خي حس حالي بقدر ابرم وعادي. سلامة قلبك جوال. على سيرة الوجع بظهرك والمشكلة يلي مريتي فيها، هيدي المشكلة على الرغم انك ظهرتيها يمكن للعالم، ولكن انت كنت عم تعاني منها من سنوات، صح؟ شو بعد في عندك مشاكل ما قلتيها للعالم بتخبرينا اياها؟ علي انا ما كنت عم بعاني منها بهالطريقه، انا لانه على طول عم حط صحتي كنت على جنب. انا من اخر مره رحت على المالديفز ما خبرت العالم، بس انا كنت عم بعرج وعيت. اي ما راح على المطار كان كمان طيارتنا كثير بكير، قمت يي ما بدعس على اجري، ما بدعس، بقيت اسبوع هونيك ما بعرف امشي، عم بعرج، بس ولا خبرت حدا لانه مش كرمال ما بدي خبرهم، لانه ما عندي شيء خبر، شو بدي اقول لهم انا عم بهمل صحتي؟ ما في يكون باد رول موديل وشيء صحتي. بس لما كل مره بروح بعمل فحص الثدي، بعمل فحص ل السمير تيست، الفحص النسائي، كل مره بذكر فيه للعالم. بتعرف ليه؟ عندي شي 4 من اصحابي ما بيعملوه، وهذا الشيء كثير بيقهرني انه ما في كثير توعيه عنه بالعالم العربي. سو اخر مره تخيل انا ولا ببالي يطلع معي شيء مش طبيعي، لقيت الدكتوره سيلز ما كانوا طبيعيه وقالت لي بدنا نعمل عمليه نفوت نشوف اكثر عن قريب، وقالت لي على كل الاحوال لما اكون جوا يعني او ما بعرف او دو سمثينج. سو الحمد لله طلعت النتيجه بعدين منيحه، بس هلا صار كل 6 اشهر لازم، ثانك يو، هلا صار كل 6 اشهر انا لازم اعمل فحص.